السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي متابعين قناتكم وبدأنا. أهلا بحضراتكم، أتمنى تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم عن كيفية حل مشكلة بطارية جهاز الأفوميتر، إن كل فترة بتفرغ، فإحنا عايزين نصمم بطارية قابلة للشحن وطريقة الشحن تكون آمنة وبسيطة جدا وغير مكلفة. هنستخدم بطارية ليثيوم أيون، دول مستخرجهم من بطارية لابتوب قديم. إحنا عايزين نوصل البطاريتين دول مع بعض عن طريق التوالي بحيث نحصل على مضاعفة الفولت، بحيث ينفع يشتغل معانا جهاز الأفوميتر. وعرفنا ان جهاز الأفوميتر حتى لو البطارية مثلا 6 فولت هيشتغل مباشرة بدون اي مشاكل، او مثلا نقول حد ادنى 7 فولت. البطاريتين دول في حالة التوصيل عن طريق التوالي هنحصل على 8 فولت في حالة الشحن الكامل، او 8.4 بالضبط. في حالة البطارية الفارغة هنحصل على 7 فولت، وبرضه الجهاز هيشتغل، جهاز الأفوميتر هيشتغل بدون علامة ضعف البطارية. طب دلوقتي احنا عايزين نعرف ازاي نوصل البطاريات وازاي نشحنهم بطريقة آمنة. دلوقتي احنا هنوصل البطاريات مع بعضها عن طريق التوالي لكي نحصل على 8 فولت. دي البطاريتين يبقى 4.2 في حالة فول شارب، و 4.2 هنحصل على 8 فولت. الادابتر اللي احنا هنستخدمه هيكون 9 فولت. طب ازاي نحسب المقاومة بحيث نقدر نقلل بها الجهد؟ يبقى فرق الجهد في البطارية في حالة ان البطارية تكون فارغة، مثلا لو البطارية 3.5 فولت زائد 3.5 فولت، او 3 فولت مثلا، او 3 وتعتبر 3.1، هيساوي 7 فولت تقريبا. 7 فولت عايزين نعرف دلوقتي فرق الجهد بين البطاريات الفارغة والباور سبلاي، يبقى 9 ناقص 7 هيساوي 2 فولت. يبقى فرق الجهد بين البطاريات والمصدر التغذية 2 فولت. نحدد تيار الشحن على 200 ملي أمبير. يبقى هنستخدم مقاومة، قيمة المقاومة هتساوي الفولت على شدة التيار، هتساوي 2 فولت على 2.1 هتساوي 10 أوم. يبقى هنستخدم مقاومة قيمتها 10 أوم لتحديد تيار الشحن 200 ملي أمبير. هنستخدم مقاومة مثلا تكون نص وات او 1 وات. انا مش معايا حاليا مقاومة قيمتها 10 اوم، استخدمت 4 مقاومات متصلة مع بعض عن طريق التوازي لكي يتم تخفيض المقاومة. المقاومات دول يعتبر الوحدة فيهم 44 اوم. عندي وصلت 4 مقاومات، حصلت على مقاومة قيمتها 10 اوم ولكن 1 وات. زي ما حضرتكم شايفين 10.6 اوم. طريقة التوصيل هنوصل المقاومة ممكن في بداية البطارية، أو توفيرا للتوصيل بين البطاريات هنوصلها بين البطارية والتانية زي ما حضرتكم شايفين كده بالظبط. هنوصل وارجع لحضرتكم مرة تانية. كده انتهينا من توصيل البطاريات، وسبت الطرف ده بدل ما اوصل طرف الجاك أو طرف الكونكت مباشرة بحيث نقدر نفحص الأمبير المسحوب أثناء الشحن. يعني لو وصلنا كده كده هنحصل على بطارية تعتبر 8 فولت. نشوف مع بعض من الداخل 7 فولت 79%. لو شفنا البطارية ده هي تعتبر شحنة معانا 3 فولت 94%، والتانية 3 فولت 85%، يبقى 85% ل 93%. بحيث لما نشحن هنشوف في فرق في الجهد أم لا. هنجيب أدابتور، قيمة الأدابتور تعتبر أوتبوت 9 فولت 600 ملي أمبير. هنوصل، هنتأكد من خروج فولت من الأدابتور 9 فولت و2 من 10. هنوصل وهنغير جهاز الأفوميتر على قياس شدة التيار، هنفصل الطرف ده، هنوصل الطرف الآخر. التيار المسحوب حاليا 85 ملي أمبير زي ما واضح أمام حضرتكم، أتمنى تكون الشاشة واضحة. 87 ملي أمبير. هنشوف فيه سخونة ولا لا، مفيش أي سخونة على المقاومة. أفصل الفيديو وأرجع لحضراتكم مرة تانية. أرجو من حضراتكم إنكم تشتركوا معانا في القناة والإعجاب بالفيديو ليصل لعدد أكبر من المشاهدين. بعد ربع ساعة من بداية الشحن هنشوف أمبير الشحن وصل كام. أمبير الشحن يعتبر وصل معانا 80 ملي أمبير، بعد ما كان يعتبر كان 88 ملي أمبير تقريبا، يعتبر انخفض بمقدار 8 ملي أمبير. كده البطارية بتشحن. وفصلنا الشحن ونشوف الفولت الموجود بالبطاريات،
الفولت الموجود في البطاريتين مع بعض حاليا 7 فولت 94%. طب في كل بطارية على حدة دي تعتبر 4 فولت وأربعة من مية، بعد ما كانت في الأول كانت 3 فولت 93%. البطارية الأخرى 3 فولت 89%، الأول كانت 3 فولت 85%. يعتبر البطاريتين ارتفعوا مع بعض، ومقدار الشحن البطاريتين يعتبر ضعيف، يعني لأن احنا مستخدمين مقاومة لتحديد تيار الشحن، وبكده نضمن إن مفيش أي خطر أثناء. بعد ما انتهيت من توصيل البطاريات زي ما حضرتكم شايفين، هنفتح جهاز الأفوميتر. في عدة فيديوهات عن كيفية إصلاح أعطال جهاز الأفوميتر في حالة مثلا عدم قراءة الفولت، في حالة عدم قياس الأمبير، برضو في حالة إن الشاشة بتجيب أرقام وهمية. هتلاقي رابط الفيديوهات ده هي أعلى الشاشة، هتيجي ورا بعضها بإذن الله. هنفتح جهاز الأفوميتر. هنجيب البطاريات هنثبتها باستخدام دبل فيس في الخلف. طبعا هنعمل إزالة للكونكتور ده لأنه يعتبر خاص بالبطارية 9 فولت، مش هنحتاجه. هنجيب وصلة أدابتور بحيث نوصلها هنا، بحيث احنا عاوزين نثبت البطارية، بحيث في الوقت اللي احنا عايزين نشحن البطارية هنشحنها بسهولة جدا بدون ما احنا نقوم بإزالتها أو خلعها من جهاز الأفوميتر. يدوب من الفتحة وتقدر تشحنها. هنوصل الطرف الموجب بالطرف الموجب الخاص بجهاز الأفوميتر. الطرف السالب بالطرف السالب. في حالة التوصيل هنشوف جهاز الأفوميتر. نحاول نخلي الكونكتور قصاد الفتحة الخاصة بالبطارية، بحيث عند الشحن هنفصل الكونكتور وهنشحن مباشرة من استخدام الفتحة الخاصة بالبطارية أو البطارية اللي هي. هنحاول نركب. بعد كده هنقفل الجهاز. شغل كويس. قياس فولت 4.1 فولت زي ما حضرتكم شايفين. تعتبر البطارية مشحونة بالكامل. البطارية دي فاصلة نهائيا. وبكده نكون انتهينا حلقة النهاردة عن كيفية حل مشكلة انتهاء بطارية جهاز الأفوميتر بسرعة، إن احنا استخدمنا بطاريات ليثيوم أيون. شكرا متابعين قناتكم، أتمنى تكونوا استفدتم معنا. الرجاء الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.